الخير، برحب بكل مشاهدي قناة ميسات، وحلقة جديدة النهاردة، حلقة فيها تنوعات كتير قوي. هيكون لنا لقاء مع ولد شاب ممتاز، هو مش شاب قوي يعني، هو لسه صغنن، ميسي. المستقبل ليه العظيم في الكورة، وزين هو كان مليان وخس، وهنتكلم معاه على مشواره عشان يكون حافز لكل ولادنا. وهيكون لنا لقاء مع الأستاذ الدكتور يوسف سعد، وهيكلمنا على حاجة مهمة جدا جدا لأولادنا، وتدعيم للرئيس السيسي في محاربة سمنة الأطفال والتقزم. هيكون كمان هنتكلم كمان برضو على موضوع حلقة النهاردة، ده موضوع يهمنا جدا بخصوص الصيام، وأكبر ميزة بناخدها من صيامنا إيه، وطبعا أسئلة أصدقائي، أسئلة الفيسبوك. أول حاجة عايزين نعرف إزاي نستفاد من الصيام ده. أولا الصيام ده يعني يعتبر من يعني ما كاننا مش صايمين جيت اللالا والجد، يعني في كل حاجة، وأولهم السمك، السمك والتونة، وإيه فايدتهم وشمعنا بنبقى حريصين عليهم؟ دايما نقول كله سمك حتى لو انت مش عامل مش صايم. لو احنا هنخس، لو انا عندي مشاكل صحيه، لو انا عندي كوليسترول، لو انا عندي ضغط، لو انا عندي سكر، اي حاجه اقول لك كل سمك. بناكل سمك، بس بقى السمك كمان ازاي نتفادى ان يبقى في مشكله، وايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا من السمك، وايه الميزه. احدى واهم ميزات السمك هو طبعا اوميجا 3، لأن السمك غني جدا جدا بأوميجا 3. الناس لو ما بتقدرش تاكل سمك بنقول لها تاخده في شكل ايه، زيت الزيتون. طب ايه فايدة أوميجا 3؟ يعني احنا قاعدين نقول أوميجا 3 ومنزلينها برشام ومدينها في السمك وحاجة، يعني نستحمى أوميجا 3 ليه؟ أوميجا 3 ليه عدة فوائد. أولا في حالات الالتهاب المفصلي والروماتويد، تخيلوا ان التهابات المفاصل بنوصف ليها، يعني الشخص اللي بيعاني من التهابات في المفاصل في الركب بنقول له خد أوميجا 3. كمان مفيد لكل صور الالتهابات، يعني أي نوع التهاب أوميجا 3 مهم ليه جدا جدا. كمان بيسيطر على حالات العدوى الفيروسية، بيقلل الكوليسترول زي ما اتفقنا، مريض الكوليسترول، مريض الضغط، مريض السكر، مريض القلب، كل سمك. كمان بيقلل قابلية حدوث السكتة المخية والنوبات القلبية، لأنه مفيد جدا لشرايين القلب أوميجا 3. كمان بيقلل قابلية حدوث تصلب الشرايين، يعني بيخلي الشرايين ما تنشفش مع السن ويحصل فيها تصلب، فحاجة حلوة جدا، ودي مهمة جدا عشان المخ. الحاجة كمان الفايدة ان هو بيحسن حالات الصدفية، ودي اتعملت أبحاث كتيرة، لقوا الناس اللي هي حريصة على أخذ وجبات غنية بأوميجا 3 بتقل عندهم جدا وبتتحسن. كمان بيحسن الاستجابة المناعية، يعني في الظروف اللي احنا فيها وظروف الكورونا طبعا بتبقى احسن حاجة ان احنا ناخد اوميجا 3. بيقلل التأثيرات الضارة للبروستاجلاندين، مما يساعد على منع سرطان الثدي، يعني كمان مفيد لحالات الكانسر، مش بس اللي هم مرضى الكانسر، لا اللي عندهم هيستوري او تاريخ لمرض الكانسر بنقول لهم دايما خدوا اوميجا 3. وده اللي يفرق بين انك تروح لدكتور على درايه عارف ايه اللي انت تاخده ايه اللي ما تاخدوش، وان انا امسك النت ولا اعمل واعمل كده وانقي رجيم عشان ايه مكسل اروح للدكتور. لا ما نكسلش في صحتنا، يعني زي ما بنعرف ننزل نجيب الاكل اللي يتخنا ويضرنا، نعرف نروح للدكتور اللي هو يساعدنا عشان نحمي نفسنا. وده بيبقى من اهم حاجات ان احنا نعرف التاريخ المرضي. بيقلل حالات الصداع النصفي، بيحسن وظائف المخ، وبيحسن كمان الجهاز الليمفاوي. طيب هيبقى معانا مكالمه بتاعه ميسي، اول ما هتبقى هل هي جاهزه دلوقتي؟ اول ما هنعرف نوصله عشان انا عايزاه يبقى مثل يحتذى به. طب امتى بقى بيحصل نقص للاحماض الدهنيه الاساسيه؟ اولا لما انا باخد وجبات غنيه بالدهون المشبعه، ما يهمنيش لما اخد الوجبات الغنيه الجاهزه اللي هي زي البسكوتات والحاجات اللي من السوبر ماركت ومن بشتريها وانا ماشيه كده عشان مكسل اعمل لنفسي اكل او اخد بالي. استهلاك الزيوت النباتيه المصنعه التي تحتوي على الدهون المتحوله اللي هي الترانس فاتي اسيد، دي في منتهى الخطوره،
وعشان كده بيحصل إهمال إن ناخد الزيوت المهمة وياخد في ساعتها الزيوت اللي هي ما تهمنيش. مرضى مريض السكر، الشيخوخة كمان اللي بيساعد على نقص الأحماض الدهنية نقص مغنيسيوم، زنك، فيتامين ه، جيم، ب6، وده اللي بيفيدنا فيه أما بنيجي نعمل السوت شاك أو البصمة الإيد، بنقدر نعرف أنهي فدول اللي في ناقص، وبالتالي بيحصل نقص في الدهون الأساسية. ولما أكون ناقص دهون أساسية يعني أنا معرض للإصابة بالأمراض القلب وتصلب الشرايين وكل الفوائد دي بتضيع عليا. كمان الناس اللي بتدخن، السموم البيئية، واستخدام بعض من أنواع الأدوية. معانا ميسي، تفضل. ألو. ألو، ازيك يا علي؟ أنا قاعدة أقول بقى هنشوف ميسي ميسي النهاردة. احكي لي بقى ليه حبيت تخس بقى يا علي؟ بصي، انا بلعب كوره وكده. تمام. انا كنت عايزه اظبط وزني علشان كنت بتعب بسرعه في التمرين وكنتش بقدر اجري كويس. تمام. لما خسيت دلوقتي نشاطك احسن وجريك؟ فرقت جدا طبعا. بتعرف اتنفس احسن اسرع وبتعرف اتحمل يعني التمرين. برافو عليك. انت في سنه كام يا علي؟ أنا سنة 5. برافو عليك يا علي. وانت نفسك تطلع ايه؟ انا نفسي اطلع لعيب كوره. ميسي صح؟ علي شهير بميسي. طب احكي لي بقى بتاكل ايه وماشي على الرجيم ازاي؟ ايه، هل لما مشيت على النظام حسيت ان انت محروم ولا حسيت ان انت مبسوط؟ لا مبسوط، واكل كويس جدا، ومفيش اكل ما كانش عاجبني يعني. ولا في اكل ما كنتش عايزه حضرتك كنتي غيرهولي باكل عادي وفي نفس الوقت مفيد. مش حاسس ان انت محروم؟ متهيألي انت مبسوط، ولما نزلت في الوزن بقت صحتك احسن وبقت فرحان، مش كده؟ الله، صورك حلوه قوي زهره قدامنا على الشاشه وانت بتجري بالكوره. ادائك بقى احسن دلوقتي طبعا وبتجري احسن، صح؟ مين من لعيب الكوره بقى اللي انت بتحبه؟ ميسي. يا عم برافو عليك يا علي. انا مبسوطه جدا. ونفسك تثبت الوزن ولا هتزهق وتقول كده كفايه؟ لا انا عايز استمر عشان صحي وعادتني، عشان انا برضه لعيب كره بيفرق معايا الاكل الصحي وبحبك. برافو عليك برافو عليك. وشاطر في المدرسه يا علي؟ برافو عليك. هو دايما يا علي اللي شاطر في حاجه بيبقى شاطر في كل حاجه. مبسوطة منك جدا وميرسي على المداخلة الجميلة دي، وهيكون لنا معاك مداخلات تانية كتير بقى ايه وانت بتفرحنا بفوزك بقى في البطولات، مش كده يا علي؟ اكيد ان شاء الله. بنشكر علي طبعا على المداخلة الجميلة دي. انا حبيت اعمل المداخلة دي عشان تبقى حافز لاولادنا ازاي ان مهم قوي ان احنا ناخد بالنا من اكلنا. مفيش حاجة اسمها انا صغير واكل كل اللي انا عايزه دي هتحرمني، لا، دايما بيبقى فيه هدف اكبر واحلى من ان ناكل واتخن. كلنا لازم في حياتنا بيبقى فيه هدف، لان اللي ما عندوش هدف في حياته بيبقى بيحس بالضياع، بيحس ان ما فيش حاجه عايز يوصل لها. ان كل واحد يبقى عنده هدف. حتى عندي هدف الصبح ان انا اقوم اوضب البيت، عندي هدف ان اقوم الصبح اعملهم اكله، احلى اكله ياكلوها، احلى اكله تحسن صحتهم، صح كده؟ يفضل بقى عندي دلوقتي معاد اسئله اصدقائي، اسئله الفيسبوك. واول سؤال من مارينا برسوم بتقول: لو سمحتي انا وزني 55 وطولي 158، جسمي كويس بس المشكله في وشي، خاسس دايما ورفيع، عايزه املاه شويه، وكمان رجلي بدا يطلع فيها سيلوليت، هل لي حل؟ وانا طول حياتي بالوزن ده يعني ما تخنتش وخسيت مثلا فظهر السلوليت، بس لو في حل ابقى شاكره لحضرتك جدا. طبعا في حل يا مارينا. اولا ان وشك يبقى رفيع ده حله سهل جدا. بنبتدي نحقن فيلر، الفيلر ده بيدي نضاره للوش، وبنحقن فيتامينز يخلي وشك كله نضاره. بس ده طبعا بيبقى حسب الحاله لما تيجي العياده واشوف ونقدر نحدد ايه المصلحه، لان كتير جدا من الاحيان بيبقى فيتامينز بتتكتب بتدي وشك النضاره وبتخليه يملى زي ما انت عايزه. بالنسبه للسيلوليت ده نتيجه عدم الحركه، عدم المشي، عدم شرب الميه، شرب كافيين كتير.
فده بيبقى سهل علاج وليه كذا طريقه، من ضمنها في اجهزه مخصوصه بتشتغل على السيليوليت بتضيعها، ولازم تعمليها، لان لو انت سن صغير وابتدت تظهر السيليوليت دي مؤشر خطر انها هتزيد هتزيد. وتبص تلاقي بقى كل سنه السنه تبني السيليوليت انه زاد كانك 5 سنين، فطبعا بتعمل ايه؟ بتبوظ المعنويات، بتبوظ الثقه بالنفس، بتبقى حاجه مش ظريفه. فالالبي جي او الاندرمولوجي ده احسن جهاز مخصوص لعلاج السيلوليت. علاج السيلوليت يا جماعه بيبقى عباره عن ان انا عايزه انشط الدوره الدمويه عشان اشد الجلد، عايزه انشط الدوره الليمفاويه عشان اعالج الليمف درينج او الصرف بتاع الجسم انه يعرف يتخلص من السموم، وبنشرب ميه كتير عشان تساعد الجسم وتسهل. في نفس الوقت كمان بيبقى محتاج نوع من انواع الرياضه، لان القعده كتير برضو بتساعد في ظهور السيلوليت. بالنسبه لوشك زي ما اتفقنا الحقن سهل جدا. ميرنا بتقول ايه هو الديتوكس بالخضار؟ احنا قلنا عليه المره اللي فاتت يا حبيبتي، والديتوكس ده انواع، في ديتوكس بنحتاج ان احنا نعمل فاكهه، في ديتوكس بنعمل خضار، بيبقى حسب الجسم طبيعته ايه اللي محتاجه. لان كتير جدا لما انا بعمل ديتوكس بالفاكهه بالشخص لو عملها وهو مش محتاجه بيحس انه جعان 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 جدا، فطبعا بتبقى مشكله ان انا احس طول الوقت ان انا جعانه ابوخ حاجه ما اعرفش حتى يكمل البروجرام. معانا مريم، اتفضلي يا مريم. الو، اهلا، ازيك يا مريم؟ ازي حالي يا دكتور، عامله ايه؟ تمام يا قمر، اتفضلي. إيه لو سمحت يا دكتورة، أنا كان وزني كان جامد في الأول. ها، وزنك كان كام؟ إيه ممكن 97. تمام. إيه ده أنا وأنا حامل يعني. جيت لما ولدت ابتديت إن أنا أعمل دايت، يعني ابتديت إن أنا صراحة أتمشى ساعة في اليوم. وجسمي نزل، نزلت لحد 79. برافو. بس دلوقتي رجعت تاني جيت 86. اه بس مش نازله عن 86، ونفس الاكل وبمشي كمان تاني، يعني ابتديت ان انا امشي ساعه تاني في اليوم يعني، بس جسمي مش نازل تاني عن 86. يومك عامل ايه بقى يا مريم؟ احكي لي. انا في الصبح بفطر يعني ساعات باكو بسكوت. تاكلي ايام يعني باكو بسكوت ساده. وفي احنا لما صايمين دلوقتي. وبتغدى اي اكل انا بعمله، يعني مثلا بطاطس، اي اكل يعني مش معامله اكل محدد عشان باكل معاهم في البيت. تمام. وما بتعشى بتعشى برتقانه، موزه، بتنجان، اي حاجه في فوق بسكوت. تمام. لو جوعتي بين الوجبات يا مريم بتاكلي ايه؟ لا خياره، جزره، كده بس. مش كمان بشرب شاي، بس بشرب مره واحده بس في اليوم. تمام. انت عندك كم سنه يا مريم؟ عندي 24 سنه. صغيره. قبل ما تتجوزي كان وزنك قد ايه؟ كنت قليله خالص عن كده، يعني ممكن في 60 65. ياه. كنت قليله خالص. لازم طبيخك حلو. ميرسي. شكرا. هجاوب على حضرتك حالا. اكبر مشكله يا مريم كل الستات بيعملوها انهم ما ترضاش تعمل اكل نفسها وتاكل من اكل البيت، ما ترضاش تستخسر تضيع وقت الاكل نفسها وتاكل من الاكل اللي بتعمله. الاكل اللي بتعمليه وخاصه دلوقتي لو عندك ولاد صغيره، لو كده، لو جوزك بيحب الاكل الدسم، اكل دسم. حركه ست البيت قليله جدا، رجليها بتوجعها من الوقفه في المطبخ، الوقفه وهي بتغسل المواعين، انما ما بتعملش مجهود تخس يخسسها. فلازم لازم تعملي اكل لنفسك مخصوص. امنعي الاليه، هنبتديها بان حتى للبيت كله مفيش داعي للاليه، خلي الاكل كله يا مسلوق يا مشوي يا في الفرن، يعني حتى السمك ممكن يبقى مشوي. بخصوص السمك عشان ما ننساش، مشكله السمك هو الزيبق، عشان كده لما بنيجي نعمل السوت شيك او بصمه الايد في ناس كتير جدا بيبقى عندهم تسمم بالزيبق عالي جدا، فبنمنع منهم ايه؟ التونه. طب السمك في نسبه، طب نعمل ايه؟ اما نيجي نشويه بنحطه في الفرن على رف عالي ونحط تحتيه صينيه، فبينزل مع الميه اللي بتنزل السموم الزياده اللي فيه واي حاجه ممكن تاذينا. معانا تريزا. الو. ايوه. ازيك يا دكتوره؟ ازيك يا حبيبتي؟
معلش كنت بس عايزة استفسر عن حاجتين. عندي بنوتة عندها 9 سنين، في حاجات بيضة في وشها ظهر كده زي بقع. رحت كشفت للدكتورة وكده، فقالت لي نقص فيتامين. لمدة 3 شهور تاخد الفيتامين ده. بعد ما اديتها مقربة اهو 3 شهور بس، يعني هي قلت شوية بس لسه موجودة. هي وزنها قد ايه يا حبيبتي؟ يعني هي وزنها 29 كيلو. وهي عندها كم سنة؟ 9 سنين. 9 سنين وشعرها بيقع جامد جدا. جدا. تمام. في حد في العيلة عنده سكر؟ جدها ممكن عنده السكر. تمام، هجاوب على حضرتك حالا. طب تمام يا دكتورة. تمام يا دكتورة. شكرا يا دكتورة. العفو حبيبتي. اولا لازم نعملها تحاليل، بنعملها تحليل غدة درقية، بنعملها صورة دم عشان نطمن عليها. الحاجة التانية لو هي بتنزل البحر، بتنزل البسين بالذات، ممكن يبقى نوع من أنواع يعني المشاكل الجلدية، فلازم بتكشف عن دكتور ونطمن نقدر نشخصها تاني. ايه البقع البيضة دي؟ ممكن يكون كمان سببها عدم التعرض الكافي للشمس أو سوء التغذية، فمش بس الفيتامينات بتاعتها مش هتبقى لوحدها مش كفاية، إنما بتبقى التوليفة كلها. تمام؟ ولازم بس أهم حاجة نروح لدكتور عشان نتأكد إنها مش تانية، لأن إن أنت بتقولي عرفتيها على حد بس النتيجة مش زي ما إحنا متخيلين. كتير جدا بيحصل لخبطة ما بين البوع اللي هي نتيجة نقص فيتامينات أو تانية. تمام؟ هنكمل بقية أسئلة الفيسبوك. وداد من المنوفية بتقول حبيبتي أنا عندي 64 سنة، مستأصلة القولون، عندي إسهال شديد مش عارف أكل إيه، ولأن عندي ورم في المستقيم وإسهال مستمر، ساعديني من فضلك أرجوك تفضيني. سلامتك، ألف ألف سلامة. طبعا ألف سلامة ليكي يا وداد. طبعا انا كان يهمني ان اعرف اذا كنت بتاخدي ادويه او علاج، ده مهم جدا. وزنك قد ايه؟ يومك عامل ايه؟ ايه العلاجات اللي انت بتاخديها؟ بس عامه احنا لو مشيتي على النظام اللي هقوله لحضرتك مع الاخذ في الاعتبار، هنشيل الدهون خالص، هناخد الدهون في شكل سمك، في شكل اوميجا 3، في شكل زيت الكانولا اللي هو بنحطه، او زيت بذر الكتان معلقه بتتحط على الاكل. مع الاكل عادي جدا. يبقى انا كل اللي هعمله 3 ايام في الاسبوع سمك مشوي، وزي ما اتفقنا لطريقه شوي مهمه جدا جدا جدا. الغلطات الصغيره اللي بنعملها دي بتاذينا. الدهون رغم انها مفيده، انما في دهون بتسبب حالات تسمم هنتكلم عليها. فعشان كده هتستعملي زيت بذر الكتان، هتاخدي منه معلقه في الوجبه على الوجبه، وهناخد سمك عشان تاخد اوميجا 3 على الاقل 3 مرات في الاسبوع. هنمنع الدهون تماما الاليه بقى، البطاطس المقليه، الزيوت اللي احنا بنحطها، الوجبات اللي هي دي، لان هي دي بتعمل اسهال سريع. تمام. معانا دميانة. الو، هيا دميانة اتفضلي. ايه دكتورين، مساء الخير. نعم يا حبيبتي، علي حسك. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا حبيبتي. ايه معلش، انا عني ماشي في 22 سنة. تمام. بقالي فترة كده من قريب بطلت اكل خالص، يعني ممكن في اليوم اكل مرة واحدة بس، ما حسش نفسي ان انا جعانة. تمام. بس فانا كنت عايزة افتح شهية او اي حاجة اقدر اني تفتح نفسي، او اقدر اكل تاني ارجع زي الاول، لاني خسيت خالص. انت كان وزنك كام يا دميانة؟ انا كنت حاجة 40، يعني كنت ثابتة على 47. ودلوقتي؟ لا دلوقتي يعني وصلت لحوالي 49 او 50، ولا بطلع ولا بنزل عن كده خالص. تمام. الدورة منتظمة؟ بتجيلك كتير ولا بتجيلك مع عادية؟ لا عادية. يعني عصبية يا دميانة؟ يعني ساعات. اما بتاكلي بتحسي اللقمة واقفة، بتحسي بحموضة، بتحسي بتعب؟ لا، هو انا شايلة المرارة. تمام. فانا دايما معدتي بتوجعني وكده. سلامتك، الف سلامة يا حبيبتي. بس انا بحاول. عاوزاكي اولا تعملي تحليل غدة درقية عشان نطمن على علشان الشهية بتاعتك. عاوزاكي تنظمي وجباتك، وطبعا بتكشفي بطنك لو كان في اي حموضة او حرقان زيادة، نوعية الاكل بتاكليها،
هنمشي على شوية أكل مسلوق مفيش فواتح للشاي، إنما في فيتامينات بتعمل حاجة اسمها أنابوليك، بتساعد في عملية البناء فبتساعد في استعادة الوزن. تمام؟ فهي دي. بس طبعا عشان نقدر نحدد أنواع الفيتامينز اللي أنت عايزاها، الأصح إن إحنا بنكشف الأول ونعرف إيه اللي جسمك محتاجه. معانا حنان، اتفضلي يا حنان. يا دكتورة مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. معجبة بحضرتك جدا جدا جدا. ربنا يخليك يا حبيبتي، انت اللي جميلة. بقول لحضرتك انا عندي 50 سنة. تمام. وعندي الغدة الدرقية يعني كسلانة، وباخد البرشام بتاعها اللي هي 100. تمام. وعندي سكر من النوع الثاني. وعندي رجل وجعاني جدا، عندي خشونة جامدة في الرجل يعني، فمش قادرة ابص على رجلي. بس انا مش قادرة ومش عارفة اخف. سلامتك. انا وزني 79. تمام. طب قولي لي لو سمحتي، بتاخدي ايه علاج للسكر؟ برشام ولا بتاخدي؟ كلوكوفاج. انسى العادي. تمام. وباخد فيتامين ب حضرتك. تمام. بتاخدي دواء الغده بانتظام؟ بانتظام، بس ساعات انا يعني ممكن اصحى متاخر اخد العلاج، مش شرط ان اخده بدري. مش مهم، المهم انك تاخديه. تمام. باخده. اخر مره حليتي الغده من قد ايه؟ لسه قريب، كانت 13. برافو عليك. لازم تحللي كل 4 شهور، كل 5 شهور. طب السكر التراكمي عندك كام؟ لا ما عملتوش تدقين، بس هو السكر طلع 188، عالي شويه. طيب. اللي هو الفاطر. تمام. لازم نعمل السكر التراكمي، ده اهم حاجه لمريض السكر، عشان ده بيورينا الهيستوري بتاعه وتاريخه، ايه اللي ممكن بعد الشر يخش فيه مشاكل. فلازم نعمل السكر التراكمي ده بانتظام يا جماعه. انا بعمله لنفسي، فلما بدفع فلوس بدفعها لنفسي، فانا اللي بستفاد. دي حاجه. الحاجة التانية عايزاكي طبعا تنظمي أكلك. كون ان انت بتاخدي علاج الغدة ده كفيل ان هو كأنها هي بتشتغل، ان بتاخدي الهرمون فيبقى كويس، كل حاجة تبقى كويسة، نقدر نخس. بعد كده علاج السكر مهم جدا جدا تنتظمي فيه، وناخد بالنا من أكلنا. لما ده يتحسن الطبيعي التحميل على الركب والمفاصل هيقل. فتاخدي الصبحية مثلا ربع رغيف بثلاث معالق فول وسلطة، بعد 3 ساعات سمرتين فاكهة، بعد 3 ساعات الغدا مرة سمك مشوي وسلطة، ومرة رز مسلوق وعدس. هتحطي على السلطة معلقة زيت بذر الكتان، لأن ده هو ده المفيد اللي هو مفيهوش منه أي ضرر. بعد 3 ساعات هتاخدي سمرتين فاكهة. العشاء بالليل ممكن مرة تاخدي بطاطا مشوية، ممكن مرة تاخدي علبة تونة وأنت مصفياها، هتلاقي نفسك بتاكلي وبتخس يا حبيبتي. هنطلع فاصل ونرجع تاني، وهيشرفنا إن يكون معانا مداخلة مع الأستاذ الدكتور يوسف سعد. مراكز سان رايز للخصوبة وعلاج تأخر الإنجاب، دكتور شريف باشا سيف. تفخر مراكز سان رايز بأنها الأولى في مصر التي تقتني حضانات الإمبريوسكوب، والتي تعد أحدث تقنية عالمية في هذا المجال، تؤدي إلى زيادة نسب نجاح الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، كما تتميز بمستوى طبي بأعلى المعايير العالمية. اتصل على 1-393. حلم الأمومة ليس مستحيلاً. للإعلان على ميسات اتصل على 012-76-22-345 أو 012-76-22-346.
رجعنا تاني وهنكمل أسئلة أصدقائنا أسئلة الفيسبوك. فيرينيا بتقول مساء الخير، كنت عاوزة أسأل حضرتك، أنا فرح قريب، ألف مبروك يا حبيبة قلبي، وزني 80 كيلو وطولي 160 وعندي القولون العصبي وعلى طول بطني منفوخة وطلع لي كرش ياه والبريد مش منتظمة. كل كلمة فيرينيا لازم تحط في الحساب، بريد مش منتظمة بنخاف لا يكون فيه تكيس موبايل، تمام، في انتفاخ وقولون. القولون العصبي ده ليه عدة أسباب، ممكن يكون نتيجة الاسترس الضغط العصبي، ممكن يكون طريقة أكلك إنك بتاكلي بسرعة ما بتنضغيش كويس، بتشربي كافيين كتير، كل ده بيعمل استرس ويعمل قولون عصبي ويحسسك بالانتفاخ والكرش. كذلك الناس اللي بتاخد ملاينات كتيرة ممكن يعانوا من القولون العصبي والانتفاخ فعشان كده مهم جدا كل ده بيتحط في الحساب ويبتدي النظام يقول لك لازم تنضغي كويس، لازم تاكلي ببطء، لازم تشربي مية، حاولي تلعبي رياضة عشان ميبقاش فيه ضغط عصبي، خدي خضروات وفاكهة كتير عشان ميبقاش فيه امساك وتضطري تلجئي للملاينات. بعد كده بنبتدي نعمل رجيم اكل هقول لحضرتك عليه ازاي ان انت تخسي بطريقه صحيه. عايزين نعمل صورة دم وهتاخدي فوليك اسيد عشان خاطر وشك، ودايما بننصح كل العرايس ياخدوا فوليك اسيد 3 شهور قبل الجواز و3 شهور كمان قبل ما يحصل حمل عشان نضمن سلامه البيبي. بتنظمي اكلك، هنمنع الاليه، العيش هنخليه بس في وجبه الفطار، وجبة العشاء لازم تبقى حاجة خفيفة، يا إما زبادي وفاكهة يا إما فاكهة بس. دلوقتي معانا الأستاذ الدكتور يوسف سعد. مساء الخير يا دكتور. أهلا دكتورة مها، إزاي سعادتك؟ إزاي صحة حضرتك؟ الحمد لله تمام. تمام. دكتور يوسف، طبعا حضرتك معانا وعارف الحملة اللي عاملها سيادة الرئيس بخصوص السمنة والتقزم للأطفال. عشان كده اخترت حضرتك بقى لازم تدينا معلومات المفيده بتاعت حضرتك. اشكرك تحت امر حضرتك. ايه اسباب التقزم؟ المبادره بتاعت السيد رئيس الجمهوريه بخصوص الكشف المبكر عن امراض التقزم والسمنه والانيميا، دي مبادره هامه جدا وبتستهدف 15 مليون طفل يا دكتوره مها من التلاميذ المدارس المصريين والاجانب المقيمين في مصر. تمام. احنا من حوالي سنتين ثلاثه كان في دراسه اتعملت مسحه على مجموعه كبيره من الاولاد والبنات، شاركت فيها وزاره الصحه مع منظمه الصحه العالميه واليونيسيف. الدراسه دي قالت ان 29% من الاطفال اللي اتعملت عليهم الدراسه ولاد وبنات ظهر عندهم التقزم. التقزم ده في مشكله ان الاب والام غالبا عند الميلاد ما بيلاحظوش التقزم، بيلاحظوه متاخر لما الطفل او الطفله تخش المدرسه تقول لك قال لها انا ملاحظه ان ابني اقصر من باقي زمايله، انا ملاحظه ان بنتي غير صاحبتها، انا ملاحظه ان ابني او بنتي في الصوره بتاعه الفصل طالعين اقصر حد فيهم. من هنا بيبتدوا ياخدوا بالهم. الحقيقه دي مهمه طبيب الاطفال، لازم طبيب الاطفال يلقط التقزم. ايه هو بقى التقزم؟ التقزم يا دكتوره مها في منه نوعين، في قصار قامه بيبقوا متناسقين وفي قصار قامه غير متناسقين. الغير متناسقين يمكن اللي كلنا بنشوفهم في الافلام بيعملوا حاجه كوميدي كده يعني. قصار القامه المتناسقين بيبقى الدراع ماشي مع الراس ماشي مع جذع الجسم. اما الغير متناسقين بيكون القصر مثلا لو خدنا الدراع، الجزء العلوي من الدراع بيبقى قصير والجزء السفلي من الدراع طويل، الفخذ قصير والساق طويل مع جذع كبير وراس كبيره. ودي ممكن حاجة بسيطة جدا أي أب وأي أم يتني دراع ابنه على كتفه، لو السبابة تخطط الكتف يبقى ده عنده قصر قامة، لو السبابة جت على الكتف مفيش قصر قامة. أسباب إيه التقزم يا دكتور؟ نعم. أسباب بتبقى إيه؟ الإيه يا دكتورة؟ السبب؟ أسباب التقزم. الأسباب كتيرة. الحمد لله الدراسة حتى اللي عملوها دي ثبت إن معظمهم كان سوء تغذية. سوء التغذية ده من أهم أسباب التقزم عند الأطفال. دايما حضرتك بتوصي حتى في حلقاتك بتابع ساعاتك تقولي مش مهم إن يكونوا تخان أو بياكلوا كتير، المهم بياكلوا إيه. الأكل مهم جدا في الأطفال. طبعا في عوامل الوراثة، مش معقول أب وأم وخال وعم قصيرين متوقع إن الأسرة دي أطفالها هيكونوا طوال.
في طفره بتحصل، طفره وراثيه بتحصل في الجينات، يجي تقزم، ممكن يحصل خلل في بعض المتلازمات، يعني زي متلازمة داوني اللي هو خلل في كروموزوم 19 أو 21، أو تيرنر سندروم ده بيبقى في البنات، بيبقى فيه خلل في كروموزوم إكس عند البنات، ممكن يكون فيه خلل في الغدة الدرقية. والحقيقة الغدة الدرقية بنعمل لها مسح عند الميلاد، وده تحليل كان غاية في الأهمية. كل المواليد النهاردة بيتعمل لهم تحليل الغدة الدرقية في كعب الرجل عند الميلاد. وعايز هنا استأذنك اقول حاجه لكل اب وكل ام، احيانا بعض الاطفال لما بيتولدوا بيخشوا حضانه نتيجه صفره، نتيجه مشاكل في التنفس وكبر الكوز، فبيعدي اول 5 ايام او اول اسبوع اللي المفروض نعمل فيه التحليل ما بنلحقش نعمله. بقول لكل اب وكل ام ابنها ما لحقش يعمل تحليل كعب الرجل اللي بيتعمل بالمجانا في مكاتب الصحه، تلجأي للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، لازم التحليل ده يتعمل. في طبعا أمراض تانية ممكن تؤدي لتقزم، طفل مولود بعيوب خلقية في القلب، طفل عنده مشاكل في الكلى، طفل عنده مشاكل في الكبد، كل ده ممكن يعمل تقزم. حاجة تانية مهمة، صحيح إن عملنا مسح للغدة الدرقية عند الميلاد، لكن ممكن عند 2-3 سنين يحصل خلل مناعي يؤدي إلى مشكلة في الغدة الدرقية، يبقى لازم نتابع الغدة الدرقية. أو يحصل ورم في الغدة النخامية، يعمل برضو من ضمن الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى التقزم. لكن أشهر حاجة بنلاحظها في التقزم بالذات لما يكون الجسم متناسق بس كله قصير، ده بيكون خلل في هرمون الجروس هرمون اللي هو هرمون النمو، ودي حاجة مهمة جدا اكتشافها من بدري. تمام يا دكتور. طيب ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل بقى؟ لا المضاعفات كتيرة، اهمها واخطرها التنمر. الطفل اللي عنده تقزم بتلاقي ان هو عنده سلبية وعنده عزلة لان اصدقائه بيتنمروا عليه. الأطفال اللي عندهم قصر قامة وغير متناسق، يعني الأطراف بتبقى أكبر، دول بيبقى عندهم مشاكل في ممارسة الرياضة، مشاكل في المشي، مشاكل في العظم، مشاكل نفسية طبعا، حتى بيبقوا منعزلين، عندهم عقدة من الأطول منهم. بالضبط كده، علشان كده المبادرة دي عظمتها إن احنا نكتشفهم بدري بالذات في البري سكول، يعني في أطفال الحضانات كمان. وبيبقى الأطفال اللي عندهم قصر قامة تقزم وعدم تناسق بيبقى عندهم مشكلة كمان في النوم اسمها السليب أبنيا، يعني ممكن هم نايمين يتخنقوا، ودي ساعات بننصح الأهل نقول لهم شيلوا لهم اللوز واللحمية علشان تساعد إن ما يحصلش السليب أبنيا دي، الخنقة بتاعة النوم. وساعات بيبقى عندهم التهابات في المفاصل، لكن أخطر حاجة بنلاحظها التنمر. تمام. ولذلك بينعزلوا. تمام. عن باقي زمايله. تمام. دكتور يوسف، ايه راي حضرتك في التطعيم، في حمله التطعيم دلوقتي للاطفال في المدارس؟ تقصدي تطعيم الكوفيد ولا باقي التطعيمات؟ تطعيم الكوفيد. تطعيم الكوفيد، لا ده كويس حضرتك فتحتي الموضوع. احنا يوم الحد اللي فات الحكومه وافقت على تطعيم الاطفال فوق سن 12 سنه. تمام. والنهارده بالمصادفه يا دكتوره معي النهارده الثلاث اتفتح باب التسجيل لأول مرة للأطفال من سن 12 سنة. تطعيم الكوفيد يا دكتورة معها من التطعيمات المهمة جدا جدا جدا. احنا بعد 2 سنين تقريبا من موضوع الكوفيد اقدر اقول لك المضاعفات ما بعد الكوفيد. صحيح الأطفال كانوا أقل نسبة تعرض للكوفيد ومشاكل الكوفيد والمشاكل الرئوية، لكن شفنا مضاعفات كتيرة ما بعد الكوفيد. ولذلك التطعيم غاية مهم جدا. وعايز أطمن حضرتك أن جميع أنواع اللقاحات موجودة في مصر، بس تمام. احنا هنطعم الأطفال فوق سن 12 سنة بتطعيم لقاح فايزر بايونتك، هو ده الوحيد اللي اتدرس واتسمح به للأطفال فوق سن 12 سنة، وهم اشتغلوا عليه دلوقتي من سن 5 سنين برا، وبيعملوا دراسات على أقل من سنة، يعني من 2 سنين وطالع. لكن الجرعة بتاعت فايزر بايونتك آمنة تماما للأطفال فوق سن 12 سنة، والتسجيل ابتدى النهارده، وبيكون بشرط موافقة الأب أو الأم، لازم حد منهم يكون موافق، وتطعيم آمن تماما. أنت عارفة حضرتك دلوقتي إن في 45 مليون جرعة تقريبا أخذوا الجرعة الأولى، وحوالي في 45 مليون جرعة كاملة اتخذت، منهم
29 مليون جرعة أولى وحوالي 15 مليون جرعة أولى وتانية، يعني نسبة كويسة جدا في مصر الحقيقة. فلازم طبعا بتطعيم بقى التلاميذ بتوع المدارس، كل ما نسبة الملقحين بتزيد في مصر فرصة العدوى وانتشار المرض بتقل، وربنا يحمي الجميع. المضاعفات الكوفيد اللي بتحصل ما بعد الكوفيد كتيرة كتيرة كتيرة. وطالما حضرتك فتحتي الموضوع ده، كان طلعت إشاعة إن الأطفال لما إن تلاميذ المدارس اللي هم فوق سن ال 12 سنة هيطعموا، طلعوا إشاعات إن التطعيم قد يؤثر على خصوبة الصبيان أو الدورة الشهرية عند البنات. تمام. هذا الكلام يعني تماما عاري من الصحة تماما، ملوش أي علاقة. التطعيم آمن 100%، كل الأعراض الجانبية اللي ممكن تحصل منه بتحصل من تطعيم الأنفلونزا، من تطعيم الحصبة، شوية سخونية، شوية ألم مكان الحقنة، لا أكثر ولا أقل. لكن إحنا بننصح كل أب وكل أم إن الطفل لما يطعم، أو حتى البالغ اللي في سننا لما يطعم، لازم يقعد نص ساعة ما يغادرش المكان اللي طعم فيه، عشان لو حصلت أي حساسية أي مضاعفات الطاقم الطبي اللي موجود يقدر يتصرف معه. لكن هي في النهاية تطعيم بسيط للغاية، مفيش منه أعراض جانبية زيه زي أي تطعيم، لكن مفيد نظرا لخطورة المرض اللي اسمه COVID-19. بشكر حضرتك جدا يا دكتور يوسف، وميرسي على المداخلة والمعلومات الجميلة اللي حضرتك بتفيدنا بيها كل مرة. ميرسي جدا يا دكتور يوسف. أنا متشكر جدا يا فندم. متشكر أوي. طبعا كده يعني بنشكر الدكتور يوسف لانه طمن امهات كتيره كانت بتسال طب طعم ولادي ولا لا، طب اسمع الكلام زي ما بيقولوا ولا لا، نطعم ولادنا عشان نحميهم. هنطلع فاصل ونرجع تاني وفي انتظار مكالماتكم، وهنكمل كلامنا على احدى فوائد الصيام. مراكز سان رايز للخصوبه وعلاج تاخر الانجاب دكتور شريف باشا سيف. تفخر مراكز سان رايز بانها الاولى في مصر التي تقتني حضانات الامبريوسكوب، والتي تعد احدث تقنيه عالميه في هذا المجال، تؤدي الى زياده نسب نجاح الحقن المجهري واطفال الانابيب، كما تتميز بمستوى طبي باعلى المعايير العالميه. اتصل على 1393. حلم الامومه ليس مستحيلا. للإعلان على نيسات اتصل على 012-76-22-34-5 أو 012-76-22-34-6. رجعنا تاني وفوائد أوميجا 3 اللي احنا بنستفاد منها في صيام النهاردة، في صيام بتاع صيام الميلاد المجيد. بس معنا مكالمة. نوال، اتفضلي يا نوال. زي حضرتك. زيك حبيبتي. أنا عندي دكتورة غدة النخامية وعندي غدة الدرقية، والموضوع ملخبط خالص كده، ووزني 90 كيلو، ما بخسش، ما باكلش كتير وما بخسش، مش عارفه اعمل ايه. انت عندك كام سنه؟ يجي 47 كده. تمام. بتتعالجي؟ رحتي للدكتور؟ متابعة مع الدكتور غده، وغدد كلها تقريبا بايظه بتاعت الكورتيزون، وباخد كورتيزون من بره. تمام. اخر مره حللتي من قد ايه؟ يعني من قيمه شهر تقريبا. والنتائج كانت ايه؟ لا، قال لي الدكتور قال لي امشي على الكورتيزون العمر كله ما تبطليهوش. ودواء الغده؟ والغده برضو قال لي ما تبطليش برضو العلاج بتاعها. تمام. ولا الكورتيزون. تمام. يومك عامل ايه؟ بتاكلي كام وجبه في اليوم؟ لا، ادي الصبح انا ما بفطرش الصبح، بفطر الساعه 12 كده. تمام. او 11، ربع رغيف، نص رغيف، ممكن اي حاجه وفي النص كده لو جوع كده. يعني بين الوجبات لو جوعت بتاكلي ايه؟ يعني خضار، فاكهه، والبطاطس المقليه والطعميه كم مره في الاسبوع؟
يعني ممكن طعميه في او اثنين في يوم. كل يوم؟ لا مش كل يوم، مش كل يوم لا، وباكل شوربة خضار. والحلويات؟ لا ما باكلش حلويات خالص، صدقيني بطلت بقالي شهر اهو. والحلوى الطحنية؟ لا لا ما باكلهاش عشان ضغطي واطي على طول، ممنوع من اي حلويات. طيب ايه نوع العيش اللي بتاكليه يا حبيبتي؟ البلدي عادي الرغيف بتاعنا، باكل يوم في رغيف في اليوم. تمام هجاوب على حضرتك حالا يا نوال. طبعا العيش ما بناكلوش غير في وجبه واحده، الرغيف اللي انت بتاكليه لو هتاخديه في وجبه ده كافيه ان هو اداكي كل جسمك محتاجه ديورينج مع مدار اليوم. ما تاخدي النهارده طعميه طعميتين ومعاهم رغيف عيش، بكره ما تاكليش، بعده تاكلي، انت حتى لو يوم ما اكلتيش بتعوضيه تاني يوم. لازم الوجبات تتنظم، لازم كميه العيش اللي انا باكلها تتنظم، لازم طريقه طهي الاكل مهمه جدا، انواع الزيوت اللي انا باخدها مهمه جدا. الوجبات بتاعتنا عشان الجسم يشتغل كويس لازم تبقى مظبوطه، يعني فيها بروتين فيها نشويات وفيها دهون. انواع البروتين مهمه، انواع الدهون مهمه، وانواع النشويات. في حاله حضرتك مهم جدا العلاج يبقى بانتظام، لان العلاج ده الهرمون اللي الجسم محتاجه، فما دام بتاخدي العلاج مظبوط المفروض ان الجسم يبتدي يخس، الا لو في غلط في العلاج. وعشان نعرف العلاج مظبوط تلاقي التحاليل مظبوط، فاضل بعد كده نمشي على نظام الاكل. يعني بدل ما بتاخدي رغيف هنخلي نص الصبح، تاخدي نص رغيف، هنمنع القليه، ممكن يبقى بتنجان مشوي، ممكن يبقى فول وسلطه، بعد 3 ساعات تاخدي ثمرتين الفاكهه وخيار زي ما انت عايزه. بعد 3 ساعات هتاخدي وجبه الغدا رز وخضار، مره شريحه سمك مشوي، مره فنجان عدس. بعد 3 ساعات هتاخدي ثمرتين فاكهه، والعشاء بالليل ثمرتين فاكهه، لازم هتخسي. بس هو اللي بيحصل ايه؟ اغلبنا ما بياكلش وجبات كامله، يعني زي ما بتقولي انا ما بفطرش واتعشى ما اتعشاش، بتجوعي. اكبر دليل ان انت بتجوعي ان الوزن بيزيد، فلما بتجوعي بتنقنقي، النقنقه دي بتتخ. تمام؟ معانا ساميه؟ اتفضلي يا ساميه. ساميه؟ الو اتفضلي يا حبيبتي. الو ايوه انا سونيا. سونيا ازيك يا سونيا؟ اسمك الله يسلم حضرتك يا دكتوره، معها زي حضرتك كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. انا سونيا. هاي يا سونيا اتفضلي. بقول لحضرتك ايه؟ انا حللت فيتامين د طلع 24. باخد 5000 وحده كل يوم. كل يوم اخدها 5000 وحده. وايه تاني يعني بتاخدي 5000؟ تاخدي ايه تاني؟ باخدها 3 مرات في اليوم. ليه 3 مرات؟ ده هي مره في اليوم. 5000 مره في الاسبوع؟ مره في اليوم. مره في اليوم انا باخدها 3 مرات في الاسبوع. 3 مرات في الاسبوع. وبعدين؟ بس باخد 10000. هاخد 10000 اخدها قد ايه؟ تمام. في حاجة تانية عايز اسأل عليها؟ كل ما اكل لقمة ان شاء الله لقمة بجبنة او اشرب كوباية مية او اي حاجة الاقي ان بطني انتفخت خالص وغازات كتيرة قوي، ورحت ل 11 دكتور ودكتورة ما فيش فايدة في العلاج ولا اي حاجة. في امساك يا سونيا؟ لا انا بعمل تواليت كل يوم. برافو عليك. تمام. انت عندك كام سنة؟ عرفت على 70. عقبال 100 سنة يا حبيبتي، هجاوب على حضرتك حالا. أولا أما بنيجي ناخد المفروض إن جرعة فيتامين د 50000 وحدة في الأسبوع، فما بناخد 10000 بناخد 5 أيام في الأسبوع، وراحة مثلا خميس وجمعة، خميس وجمعة تاخديش وتكملي تاني وتاخدي بقية الأسبوع، اتفقنا؟ مرة واحدة في اليوم. واضح إن حركة حضرتك قليلة، ما بتطلعيش في الشمس، ما بتحركيش، عشان كده بيحصل نقص تاني الفيتامين د. حاولي تطلعي ان شاء الله البلكونه، تقعدي في الشمس مره الساعه 9 5 دقايق ومره الساعه 4، هيفرق معاك جامد قوي. بعد كده اللي بيعمل الغازات والانتفاخ طريقه المضغ، لو انت في مشكله في اسنانك فما بتاكليش كويس فالاكل بيتبلع، اما يتبلع الاكل ونبلع وناكل فاكهه مع الاكل ونلخبط، الاكل بيقعد في المعده او القولون وقت طويل. اما بيقعد وقت طويل في المعده بيحصل له تخمر،
يتخمر يعني يحصل فيه انتفاخ يعني يحصل يبتدي يعمل الغازات والتجشؤ. فعشان كده لازم تندوغي الأكل، ممنوع الفاكهة مع الأكل، الأكل تمضغ كويس، ما نتكلمش وإحنا بناكل عشان يبقى فيه وقت ناكل وإحنا قافلين بقنا، ما يخشش غازات وانتفاخ ويحصل ما يخشش هوا ويحصل غازات والانتفاخ. اتفقنا؟ سلامتك ألف سلامة. معانا عفاف. عفاف تكني. ألو؟ أيوة عفاف. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا حبيبتي. كل سنة وحضرتك بخير يا دكتور. وانت طيبة يا حبيبتي. أنا بفرح خالص بلقائك وبرنامجك الحلو ده المفيد. ربنا يخليك يا حبيبتي. تعيش يا دكتور. أنا عندي 61 سنة. تمام. وزني 45 كيلو. كل مالي أنقص، كل مالي أنقص في الوزن. أه يا حبيبتي. باخد علاج في الغضروف. للعظام كلها يعني في جسمي. فالمعدة تعبان على طول، بشرب شاي كثير، كل مالي أنقص، شعري بيسقط بكثرة على طول ينزل، فمش عارفة أعمل إيه يا دكتور. سلامتك ألف سلامة يا فاب. وبنتي برضه يا دكتور، بنتي برضه بتنزل يعني كل مالها تنقص، يعني عندها 26 سنة وزنها 55 كيلو. كل يوم تنقص عن اللي قبله برضه نفس النظام. طب وليه يا عفاف بتاخدي اي علاجات تانية؟ باخد العلاج للغضروف. تاخدي اي حاجه تانية؟ في سكر؟ لا ما في السكر الحمد لله. بتنامي بالليل كويس؟ بنام، بس لما بشتغل بالنسبه للغضروف ما بقدرش انام الا بالمسكنات، باخد مسكنات عشان انام. طيب يا حبيبتي هجاوب على حضرتك حالا. سلامتك ألف سلامة يا عفاف. الخسية الزيادة يا جماعة أو ما نبتدي نخس فجأة دي حاجة مش طبيعية، لازم نعرف إيه السبب. من إحدى الحاجات اللي هي مهمة جدا اللي ممكن تؤدي لنقص الوزن، يا إما بنعمل سكر تراكمي، يا إما يبقى بعد الشهر فيه سكر، يا إما بنعمل تحليل غدة درقية. اللي بيحددوا يا إما بنعمل اتنين يا إما بنروح للدكتور. بتروح للدكتور أول حاجة بيعملها يا ده يا ده. تحليل الغدة الدرقية مهم جدا عشان نعرف سبب النحافة. ليه بتخسي؟ وهو ده كمان ممكن يكون سبب الأرق ما خليكيش تنامي. أدوية المفاصل والأدوية بتاعت ظهرك طبعا المفروض ما تاخديهاش على المعدة فاضية، فالمفروض تاكلي. بس عايزين نعرف إيه السبب، ليه بيحصل إنقاص في الوزن ده، لازم بالكشف والتحاليل لازم. معانا نورة، اتفضلي يا نورة. مساء الخير يا دكتورة. مساء النور يا حبيبتي. لو سمحتي أنا عندي 35 سنة. تمام. بس مش عارفة أخس، يعني أنا تقريبا وزني 80 وطولي 155. كان عندي الغدة الدرقية نشطة باستمرار. فكنت لما بعمل رجيم ما كنتش بخس. دي فترة الدكتور مشاني على كورتيزون لمدة 3 شهور. من وقتها وأنا الوزن مش عارفة أنزل فيه. آخر مرة عملتي تحليل معدية يا نورة؟ اخر تحليل الغده كان مظبوط ولا كان فيه خلل؟ لا هو بيبقى عالي على طول. انت مش بتاخدي علاج؟ النسبه الدرجيه بتبقى نسبه عاليه لكن الدرجيه بتبقى مظبوط. طب ما بتروحيش لدكتور بيديلك علاج والعلاج لازم يظبطها؟ انا باخد العلاج بتاعها كالسيوم. ما بتتابعيش مع حد بتاع غدد؟ ما انا متابعه مع دكتور فبيديني العلاج بتاعها الكالسيوم بس. تمام. شهيد يعني قال لي النسبه ومتابعه كل كام شهر كده بعمل تحليل. بيقول لك هي المشكله عندي دلوقتي انا جسمي ما بينزلش، يعني في الزياده لكن مش في النازل. تمام. يومك عامل ايه؟ بتاكلي كام وجبه في اليوم مثلا؟ هي 3 وجبات، يعني انا كان الاول رغيف دلوقتي خليته نص رغيف، بقى لي تقريبا اسبوع او 10 ايام مخليها نص رغيف بس. نص رغيف في الفطار ونص في الغداء ونص في العشاء؟ تمام. بتعملي اي مجهود؟ بتمشي؟ لا انا لما بعمل مجهود بتعب. يعني قاعده في البيت ما بتتحركيش؟ انا بشتغل بس لو عملت مجهود يعني لو مشيت لمده 5 دقايق كده بحس بتعب. اكتر منطقه مليانه عندك فين؟ جسمي كله تقريبا. هجاوب على حضرتك حالا يا نورة. طبعا التحاليل دي اللي سواء كان تحليل الغده الدرقيه او تحليل اي غدد في الجسم لازم بتتابع مع دكتور وبلازم تعمل كذا مره ونتاكد انها سليمه. ولما انا اتعامل مع دكتور ولاقيش النتيجه اللي انا عاوزاها المفروض ان انا باخد استشاره طبيب تاني، دي مهمه جدا. الحاجه التانيه اللي عايزه اقول لك عليها، ما بنخسش نتيجه ان احنا بناكل اكل قد كده واحنا محتاجين لاكل قد كده،
لازم الحركه اللي بنعملها تتناسب مع الاكل. انت مش قادره تتحركي يبقى بالتالي مش مفروض تاكل كميات كبيره. طب انا بجوع، ناخد بالنا لان في نوعيات من الاكل بتجوع، فهنقلل الاكل، نوعيه الاكل اللي انت بتاكليها بدل ما يبقى نص رغيف في الثلاث وجبات هيبقى نص رغيف في الفطار بس. هتاخدي معايا فول، هتاخدي معايا بضايه لو انت مش صايمه، هتاخدي بعد الثلاث ساعات ثمره فاكهه وطبق خيار وخس وطماطم. بعد ثلاث ساعات وجبه الغداء تاخدي فيها سلطه خضار، شوربه خضار، شوربه عدس، بس ما بقاش فيها ولا بصل مقلي ولا البطاطس. ممكن تعملي فيها كوسه جزر. بعد ثلاث ساعات هتاخدي وجبه العشاء، ممكن تبقى فاكهه، ممكن تبقى بطاطا مشويه، ممكن تبقى علبه تونه متصفيه. لازم هتخسي. نوع الاكل يا جماعه اللي احنا بناكله يا اما الجسم بيعرف يحرقه فنخس، يا اما ما بنعرفش، ودي مهمه جدا. معانا ماجده، اتفضلي يا ماجده. اكلم الدكتور دلوقتي؟ اه يا حبيبتي، انت على الهوا. ماشي، انا شايفاها بتكلم لسه اللي قبلي. اسمعيني من التليفون يا ماجده. الو ماجده. الو، ايوه اتفضلي يا حبيبتي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا حبيبتي. لو سمحت يا دكتور، ها انا عندي ابني الصغير مارك قرب يكمل 8 سنين. ها انا سمعت من التليفون يا دكتور. برافو. الو، قرب يكمل 8 سنين وبعدين؟ عمره قرب يكمل 8 سنين ورافض الاكل. صحته شكلها ايه؟ وزنه شكله ايه؟ ماجدة حاولي تكلمينا مرة تانية. معانا أمل، اتفضلي يا أمل. ألو. أيوة يا دكتور. مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي. مش فاكرة يا دكتورة، أنا وزني 80 كيلو. تمام. وعندي خشونة في الركبة، يعني خلل متأخرة. فالدكتور طلب مني ان انا اعمل تغيير مفصل، يعني في دكتور طلب كده وفي دكتور قال لي لو خسيتي 8 كيلو هتفرق معاكي جامد. جامد. اه انت عندك كام سنه يا امل؟ إيه عندي 49. اكتر منطقه فيها الدهن عندك فين؟ لا الدراعات. الدراعات؟ اه والبطن شويه. تمام. انت حاولتي تخسي قبل كده؟ حاولت اعمل الصيام المتقطع، جيت عليه كده مره. ونزلت فعلا، وبعد كده ما قدرتش ان انا اكمله، او بقيت اعمله ومش عايز يدي معايا فرق في الوزن، وبوزن نفسي ما فيش، وعندي الغده. تمام. بتاخدي علاج الغده بانتظام؟ اه. بتاخدي مضادات الاكسده المخصوصه اللي بتاخد مع دواء الغده؟ لا. مهمه جدا، مهمه جدا. طيب لعبتي رياضه قبل كده؟ لا خالص، عشان رجلي وجعاني فمش قادره ان انا احرك رجلي. هجاوب على حضرتك حالا. طبعا مهم جدا 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 علاج الغده، مضادات الاكسده المخصوصه اللي بتحسن استخدام الجسم لدواء الغده. مهم جدا تقليل الوزن. ليه؟ لانك لو انت وزنك زي ما هو كده وعملت غيرت المفصل الجديد بقى مش هيستحمل، اذا كان اللي خلقه ربنا ما استحملش. فلازم تخسي، لازم تخسي، عشان يا اما هتستريحي مش هتحتاجي تعملي عمليه، يا اما لما تعملي عمليه تنجح. انقاص الوزن يا جماعه بيختلف من شخص للتاني، زي ما كلنا عندنا مناخير واحده، محدش قاعد عنده اتنين مناخير ولا اتنين بق، وكلنا مش شبه بعض. كذلك جسمنا، في اجسام تحرق البروتينات، في اجسام تحرق النشويات، في اجسام يناسبها النظام المتقطع، في اجسام ما يناسبهاش. لازم نفهم ان الغذاء اللي بنديه ده مش بناكل عشان نملى بطننا ولا عشان نحس بالشبع، ده قصة، بس أنا أصلاً باكل عشان تبقى صحتي كويسة. معانا ميرفت. أيوة دكتورة. سلام. أيوة يا حبيبتي اتفضلي. سمحتي، ابني عنده 27 سنة وعنده نشاط في الغدة الدرقية. آه. وكانت 11 وخد العلاج شهرين أو أكتر، وبعد كده وقف 10 أيام وحلل، لقينا الغدة تي 3 19 بدل ما هي، والهيموجلوبين عنده كرات الدم الحمراء 4، أسوانته ب 4.5، والأنيميا 11.3، الهيموجلوبين 11.3. تمام. بيتابع ازاي؟ هو خد الدواء شهرين، هو وقفه بس 10 أيام، لقينا النسبة زادت بقت 19 تي 3. تمام، هجاوب على حضرتك حالا. طبعا بصي، أولا لازم التحاليل دي تعاد تاني في مكان تاني،
بتوديها للدكتور اللي هو بيتابع معاه عشان يقارن بين النتيجتين. كتير جدا من الاحيان بيحصل لخبطه في التحاليل مش في كل اماكن، ده نادرا نادرا بيحصل التحاليل تبقى مش مظبوطه، بنبقى محتاجين نعيدها تاني عشان نتاكد منها، تعرضيهم على الدكتور عشان نقدر نعرف ايه السبب. هكمل اسئله الفيسبوك. وميري بتقول دكتوره انا عندي 40 سنه وزني 112 وحامل، عايزه اعمل ريجيم عشان تنقص وزنها وهي حامل. وانت حامل بنرفض خالص فكره الرجيم يا ميري، بس طبعا لما يبقى 112 لازم هتمشي على نظام معين، لان 112 ده زياده جامده جدا في الوزن، ممكن كمان تعرضك بعد الشهر لسكر حمل او لو انت بتاكلي حوادق او ممكن يحصل مشاكل. تمام. طيب علاجها ايه؟ اولا هتمنعي الحلويات، هتمنعي القليه تماما. في الشهور الاخيره بتبقى كميه الاكل السيده الحمل تاكلها بتبقى قليله، فكلي كل 3 ساعات كميه صغيره. هتاخدي الصبح العيش، بعد كده تاكلي اي اكل البيت العادي بس بكميات صغيره، مع منع تماما الحلويات. هويده من اسكندريه بتقول انا وزني 92 وطولي 148 والسن 56، مش عارفه اخس، هل مع وزني ده ينفع اخس؟ طبعا ينفع يخس، طبعا ينفع يخس. المشكله ان واضح طبعا اما وصلتي ل 92 ان انت نفسك قصير، ده كتير جدا منا. تبص على ما هو نفس الاكل، طب ما هو لازم يبقى نفس الاكل، هنخترع ما هو هناكل نشويات يا بروتينات يا دهون، بس فين الفكره كلها؟ طريقه تنظيم الاكل، نوعيه الاكل، ترتيب الاكل، ترتيب الوجبات، هو ده الفكره، هو ده اللي مهم جدا، هو ده اللي هيحمينا، هو ده اللي هيساعدنا ان الجسم يحرق حافظ على صحتنا. الصيام اللي احنا فيه ده من احسن انواع الصيام اللي احنا ممكن نطلع منه خاسين، صحتنا كويسه، نشاطنا احسن، نبعد عن الدكتور ورشده الدكتور. كل سنه وانتم طيبين، والاسبوع الجاي حلقه جديده ومها الحياه.